واش معكم لامين، مرحبا بكم في هذا الفيديو. راحين نديرو يوتيوبرز تير ليست، الليسته تاع الجيريان يوتيوبرز. بيان سور لي شايفهم انايا من قبل ولا مواف نتبعهم ولا شايف بزاف لي فيديو تاعهم، تما ماشي زعما شايف فيديو وحده برك ولا زعما جامي سمعت بهم جامي شفتهم، نحطهم في ليسته شغل جياح راك شايف. تما تبعوا معايا شوفوا الليسته ديالي تاع اليوتيوبرز كيفاش مريتيهم ومرانكيهم انا. ديسكليمر برك، الليسته ديالي نحكي فيها على اليوتيوب فيديوز برك تاع الارتيست اللي راح نحكي عليه ولا راح ريتيه في الليسته، ماشي على البنات من الارتيست الامام، ماشي على اي حاجه واحده اخرى ابار يوتيوب فيديوز ديالو. تما بدون اي ضغينه ولا فايزه هكذاك، نو هارد فيلينغز ات اول، ام جست هافين فن هذا ما كان. واون بليس هذا رايي الشخصي برك، بالك انا عندي شيتي تيست، تما تيك ات وذ جرين اوف سولت اند يا ليتس جو. سو نبداو باول واحد اللي هو لامين. يا باينه بلي لامين شريكي جوتيد، شغل هذه ماشي حتى نقولها لك انا بلي الجوت تاع يوتيوب، شغل يوتيوب ما يمشيش بلا به. سيد هارب على زمان بزاف. عندك استرينج انتلكتوال، هيز ا جوتيد يوتيوبر استرينج انتلكتوال، باسكو يدير لي ريشيرش نيسيسار باش يخدم فيديو تاعو ويخدمها برسك بارفات، كي من ناحيه المونتاج، من ناحيه الناراسيون، من ناحيه لي زانفورماسيون اللي يجيبهم والطريقه اللي يبحث بها. نورمالمون اللي هم يجيبوا فيها كاع يعرفوا لا فيديو تاع اللي دارها على رانيا ميمون، خرجت فريمون انكرويابل. دونك يا هيز جوتيد. اند هير وي هاف هو از ذيس، او 15 بلومز. 15 بلومز اليوتيوبر هذا، اللينك تاع الشانل تاعو ان ديسكريبشن. مانيش مامن كيفاش مازال ما لحقش انكو. سيد هارب بزاف، صح يدير كونتنت تاعو ان انجلش بصح هارب بزاف، عنده كونتنت بزاف 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 انترتينين ويدير ايفور كبير فيه. اوف كورس هيز جوتيد 15 بلومز. هير وي هاف ايو بيتر، اللي توجور يخليك تخمم فيها مليح. ايو بيتر بدون اي هضره ومنازعه هي از استير، اي بوت هيم ان استير، فيديوز تاعو ذير جود والاراء تاعو ذير جود ويخليك تخمم فيها مليح. سيبيا، السيبيا يوتيوبر سبيشال بزاف، ما قريب بون حكم فورما راي ميل كيفاه سي با غراف، مي شاك فوا يخدم فيديو يعرف كيفاش يخدمها، يعرف كيفاش يستعمل العفايس اللي يسحقهم باش يخدم بها لا فيديو. مونتاج تاعو خلوي، ناريشن تاعو خلوي، والبيسينغ تاع الفيديو تاعو خلوي. اسمع تبدا فيديو كملها باسكو يخلويك تو سامبلومون. سيبيا ما قري كو كالكو فيديو ميد هكذايا، مي سينو سيبيا ديفينيتلي اي كان بوت هيم في استير، نقدر نشوفو في استير. هير وي هاف يوسف زاروطا، كي كنت غير التينيجر كان يضحكني بزاف، بعد سيد غير كيما انا نشوف لي فيديو تاعو اللي كانوا يضحكوني بزاف. I found them like why was I laughing at this باسكو I was 15 و 16 years old in all. او جي تاع اليوتيوب الجزائري بيتير زاروطا يوسف، باسكو او جي تاع اليوتيوب الجزائري لغال، ما عندك ما تهضر معايا سيد بنادم او جي. ما قري لي او جي لا بيبر وامشي ديروا كاع لي فيديو، بوست سم فيديوز يزاح وبدلوا الفورما القديم تاعكم، لايك ادخلوا في العالم الجديد تاع اليوتيوب وسيو كريو فيس جدد. فؤاد بان، فؤاد بان استير، استير فؤاد بان عنده فيديوز تاعو انترتينين، مونتاج تاعو شباب وتجور يسي باش يطور جوستومون لي فيديو تاعو، ما غير عنده بزاف ما بانش مي سي با غراف باسكو جو سور بلي راح يدير ان سيرتان روتور، خاطر كان كونسيستنت، كان يبوستي توجور كونتنت و نيفر ديسابوينتس لايك هيز كونتنت. لاس الله يرحمه هذا كان يدير فيديوز تاع اوميغل وكلش، I'll put him هنايا as an honorable mention، احتراما لروح الفقيد الله يرحمك خو. Glorious Bast Art، راك شايف المير بنادم اللي اناليزا الراب الجيريا على منصة اليوتيوب بعدي بيان سير، مورايا انا شكر لاناليز اكو تعرف. Best person اللي اناليزا الراب الجيريا ولا الراب اون جينيرال على منصة اليوتيوب الجزائري Glorious Bast Art، he's goated في الدومان تاعو والفيديوز يديرهم انتيك وشنو شغل يدير هو بوكو بلوس جو بونس لي ستريم، يستريم يا فايز ديريكت، فما كاش فريمون افورت في المونتاج باسكو الافورت كاع اللي يديرو يديرو هنايا راك شايف. دونك استير جلوريوس باسترد. عندنا خوباي هيز جوتيد، ما عندك ما تحكي، بيست ترافل فيديوز في الجزائر. هو از ذيس، او ذا جايدن، ذير جوتيد ذا جايدن، يا فيديوز اللي خدموهم انكريديبلي اي لايك ذم. هو از ذيس، او بيوي اي دونت لايك هيز كونتنت كاع، it's a nope for me Peewee. I don't know, شفت كلكو فيديو تاعو didn't like the content بارك اني but they like the content مارك، ماشي فريمون ستيل دو كونتنت لي انا اي انجوي مام بيسينغ دايت ات، I don't know, it's a nope for me sorry. اوكي مادام هادي برومي نوب تاعي ما كان لاهي روح راس المتابعين والمشاهدين بعيد بزاف، ما نعرفو ما يعرفني بيوي لايك ما عندي حتى حاجه ولا بروبلم زعما بيني وبينه ولا كونتنت برك ستريكتلي كونتنت في يوتيوب هذا ما كان، هذا واش راني نحكي سبجكتيفلي رايي الشخصي انا ما كان. على بالي بلي لازم نقعد نشدد على هاد لافايس على بها راني نعاود فيها بليزيور فوا، على خاطر من داك ندير دي فيديو ما نوضحش الامر اكثر من خطره، واك تعرف لي كومونتير سو نسيني فيتي هادشي. Let
let me have fun. لمين إميليو content كيف travel content و vlogs في الجزائر. He's 8 year for me بس كان دو entertaining videos مي ماشي لي توجور نشوفهم ولا and يا اسمه لامين كيمانا so كان لازم يكون في ال 8 يا شريكي اسمه لامين واش صح لامين صباح ميس شا I think لما يشغل the first female youtuber اللي شفتها أنا يا قاع اللي شفت فيديوز تاعها نورمال مو so yeah she's goated يصراول هذا ماما وين دير دي بوز طوال بزاف بعد الله درني الفو دارت فيديو تاع العودة I am back اللي عندها واحد 11 موا بعد ما درج فيديو موراها حتى مورا واحد 7 شهور دار فيديو شهر اللي فات cleaning my guitar it's funny entertaining and wholesome video you should go watch her content seriously so yeah I love her content a lot she's goated في اليوتيوب الجزائري كانت consistent واحد الوقت and she dropped bangers من بكري it's Hika S tier Hika عنده content in English بوم خلطة دارجة English والcontent تاعو شباب بزاف دار face reveal غير كيما تسمى لي او حاب يعرف هيكا كيش خادم يروح يشوف الface reveal تاعو I like his content so S tier أنيس حميدي لو كان أني نريتي زعما في الانستغرام ما قلنا نعرف أنيس حميدي يوتيوبر قبل ما نعرفه انستغرامر تسمى قبل قاع ما يولي صاحبي وكلش شفته في اليوتيوب كان نريتي في انستغرام شيت he is goated باسكو he's goated على content تاعو شي يقول في انستا since I'm rating يوتيوب wise A tier أنيس باسك وراك Where are you? سينا الكونتنت تاعو شباب يعجبني من جهة كو يكسر راسه في الكونتنت اللي يحب يحطه في اليوتيوب تما باش يحط فيديو في اليوتيوب لازم تكون كاليتي شابة مونتاج شباب وسوجي انتريسون لي 3 و 4 دارنيير فيديو تاعو بزاف شابين ولي فيديو تاع العام اللي فات ولا العام اللي فات نسيت دار واحد سيري دو 15 فيديو هكذايا كيف شابين بزاف اند يو شود جو واتش هيز كونتنت بشير ولد خاوة يا حصراه كان عنده كونتنت ما نعرف وراه الكونتنت هذا باسكو لاشين تاعو دوكا راهي فارغة كاع وكونتنت تاعو ديسنت بي تير واحد الوقت كان يحط بانجرز اللي كانوا يضحكوا بعد واحد الوقت واحد اخر دار شيري فيديوز اللي ما بايجاش دارهم ودوكا ما باليش واش راه يدير باسكو لاشين تاعو راه هيك كايند اوف امبتي وكان مازالها معمره لاشين تاعو راه كونسيستنت في البوستينغ بالك نديرو اي تير صادي بونت هيك اذا كان هذاك الكونتنت از جود از الكونتنت اللي كان يديرو بكري سينو هيز بي تير فور ناو شمسو ديزا جوكر ام غانا هاف تو بوت هيم ان اي تير باسكو هيز شو الفادر تاع اليوتيوب الجزائري ما قري ماشي هو الاول اللي بدا ولا كاين بزاف لي فادر فونداتير The four fathers actually اليوتيوب الجزائري بصراحة شغل هو اللي كنت نتبعه بزاف كي كنت تينيجر وفيديوز تاعو كانوا بانجرز وكلكو فيديو تاعو للدوكا مازالهم شغل تايمليس وممكن يخدم فيديو في السيريو وتكون سينيماتيك وكلش يخدمهم بزاف شابين وشنو عنده بزاف لاباس دوكا يبان من عام للعام ولا من عامين للعامين ما قال كل دانير فيديو تاعو اللي حطها وقت العام اللي فات اسمها مقلوب كلش مقلوب عجبتني لا رياليزاسيون تاعها بزاف شابة شمس ديز جوكر 8 year the only reason علاش ماشي S tier باسكو not consistent دوكا وتانيك الكونتنت ماهوش فريمون up to date شايف شو مازال العقلية شوية تبكري مراد اوديا S tier content تاعو always been funny as hell عنده كاريزما عالية بزاف وقيلة the most charismatic comedian في اليوتيوب الجزائري الالجيريا وشنو lately بالك لتروا وكادرين الفيديو تاعو حسيتهم يتريبي تاو كيف الفورما كيف الجوكس و punch lines غير الكواليتي اللي راك تطلعك شايف الباقي كل شراك شغل repeat outdated لازم update تانيك التايب اوف فيديوز اللي يخدمهم انا نحكي على المين شانل تاعو ماشي السكند شانل تاعو كانت ويت فور ديز زومبي يعني ديز زومبي لا بارتي 2 اي ثينك باسكو بداو يخدموا عليها هو وارقم ام وليد جوتيد ما تسقسينيش علاش 11 مليون سبسكرايبرز ذا اونلي يوتيوبر في الجزائر اللي عندها فوق 10 مليون تسمى دايموند بلاي بوتن و شي دروبس بانجرز شريكي وكونسيستنت بدو ميل كانز وهي كونسيستنت تحط توجور دروبي الكونتنت وتمدلك واش تسحق لاموري الياس ميد كونتنت تاعو عنده الاودينس اللي تبعو هيز كونسيستنت وكلش نوت ماي كاب تي اتس ا نوب فور مي بس ما قدرش نشوف الكونتنت تاعو بالك ديستيني للتينيجرز ولا العباد اللي يقراو في السيام ولا في الليسي ولا ديستيني العباد الاخرين لانهم انذر سنس اوف هيومر ديفرنت سنس اوف هيومر راك شايف بالك ماي تيست از شيت وانا بالنا بات اتس ا نوب فور مي سوري ميس مازيو You. It's an A tier for me. Because her content is amazing من ناحية realization, effort و research اللي ديرو في الكونتنت تاعها. يعجبني تاني كي فاري. دير كوميدي, دير منك معلومات, دير vlogs, دير دا تسمى نحب انا يوتيوب channel كي يكون content تاعها فاري. ما على بالكش واش راح يحط لك next. But
she's not consistent. واحد الوقت كان consistent ومن بعد ما ولاتش فريمون consistent بعد دارت بوست كبيره بزاف معناتها دوكا I don't know where she is ماهيش تحط new videos like not consistent كاع مين داك كلكو فيديو they're a little bit boring في البيسينغ تاعهم ماشي سموث بزاف other than that A tier you should check her out Anastina it's a C tier for me السبب علاش ماشي تحت C tier وتانيك ماشي فوق C tier سي باسكو تانيك واحد من الاوجيز تاع اليوتيوب الجزائري اللي كنت نتبع لي فيديو تاعو بزاف كي كنت تينيجر وكانوا يعجبوني هذاك الوقت right now ما يقدروش يعجبوني اني نسيت ناو نشوفهم like nope وتانيك content تاعو outdated بزاف I think بين الاوجيز هو the most outdated content creator على خاطر الفيديوز اللي حطهم lately في هات 3 سنين الاخرين قاع تحسهم بزاف قدم كاليتي برك اللي تطلع كي العادة وسيرتو لا دارنير فيديو هذيك تاع القهوين في الجزائر ولا دوكيومونتير القهوين ولا like no that was just a bad video nope 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 خطأ So yeah, he's a seat. عباك تفكرت الفيديو هذيك Shit, man. But again, maybe my taste is shit. شكون يعرف؟ عادل ANA سويزي. لو يوتيوبر. قبل ما يقلبها قاع شان تاع ميوزيك. So yeah, he's a goated في اليوتيوب الجيريا. واحد من الأوجيز. واحد من الفور فاوندين فاذرز. راك شايف. وقاع الفيديوز اللي كان يحطهم bangers. Funny as hell. They're just creative. وعنده كاريزما عالية بزاف تانيك. So yeah, goated. Mr. Salim Dizad هذا I think. Yes, Mr. Salim Dizad. It's a B tier for me. Average content. كواليتي تاعو انتيك كان كونسيستنت مع بايش ولا مازالو كونسيستنت دوكا باسكو عندي بزاف ما ضربش طلع الكونتنت تاعو احلام دي هي اسمها احلام دوكا كان اسمها دي هي بيوتي بكري شي يوز تو ميك كوميدي فيديوز ودوكا يدير واقيلا ميك اب قيل والقال تاع نساء اي ثينك اي دون نو اتس انذر بي تير فور مي ديسنت كونتنت بات جست نوت فور مي بكري ات واز كنت نشوفها باسكو شي كان دير كوميدي فيديوز ذي وير فاني اس هيل دوكا اتس نوت ريلي فور مي جات كونتنت فور ميبي جيرلز اي دون نو ولا فور بيبل يحبوا يشوفوا هذا content me nope so yeah but it's decent على كل حال she's a nice person yeah so B tier who is this yeah Shamsu Blink it's a nope for me I don't know مام هذاك الوقت اللي كان فيها consistent جاميك شغل شفت فيديو و I was like yeah this is a good video so it's a nope for me like content wise not for me yeah. رؤوف بالقسمي B tier راح نحطه بصح انتر B و C tier علاش بس click baity content titles و thumbnails و قدادوك اللي يخدمهم they're kind of cringe شوفني اني نصطاد في الفار راشد بالصناره من اوميجل ثم تزوجت واو اندهشت يو نو هذاك التايب تاع تايب تاع تايتلز واك تعرف ثامنيلز بزاف ايموجيز بزاف لاخر نوت ريلي ما فهمتش فيهم ايفورت انا هذا الثامنيلز والكونتنت بحد ذاته انا ما يعجبنيش ذا تايب اوف كونتنت سو يا بي تير مادموزيل اس كانت مادموزيل اس يعني قلت لك كان داشان يوتيوب كانت يوتيوبرز الجيريان باش شايف هذه الليسته هذه باسكو ما كنتش نشوف بزاف لي فيديو تاعها شفت كلكو فيديو تاعها هذاك الوقت باسكو صاحبي كان يحب يشوف لي فيديو تاعها فور سم ريزن بصح جست ميك اب ستوري تيلين وعفايس هكذاك شو ستوري تايم تحياتها مش ستوري تيلين I don't know C tier باسكو I don't know C tier like content for girls not for me لانكوني دي زاد يا صراح OG بزاف قديم B tier for me لانكوني دي زاد كان عنده nice content بصح like quality wise ومبعد ما كانش انتيك ما تكيبت الكاليتي انتيك ولا الكونتنت ستيل outdated بكري كان ولا الكونتنت outdated تمتم ماك شايف بصح هو واحد من OGs وكنت نشوف content تاعو كل حال الكونتنت اللي عنده ماشي في لاشين يوتيوب في التلفزيون is better than الكونتنت تاعو تاع اليوتيوب so yeah B tier Mr. X S tier زوم ماشي لازم نكسبليك علاش S tier Mr. X ديو دادا و goated yeah ما تصيبوهاش هدايا تسمى don't ask who's ديو دادا غير الأوجيز اللي على بالهم هدايا اليوتيوبر القديم هدايا S tier goated شريكي احكي ليش Mr. Dekao honorable mention عنده قرن ما بمسع كان يدير وكان consistent وكلش A tier كان عنده content خلوي half the reason علاش خلوي بس انا كنت behind the content honorable mention وفي الليستة باسكو he's my best friend and honorable mention باسكو حداد ترحما على روح الفاقد اللي هي عشان يوتيوب ديالو اللي ما هوش يدير فيها فريما فيها content دوكا actually راني غالط باسكو هات سمانة حط تروا فيديو تاع legends of runeterra I think واحد الجيم او يلعب فيها اسمه who knows maybe راح يعود يولي consistent في يوتيوب would be a good idea حميد شرياف yeah 8 year تانيك عنده quality تاع content تاعو شابه من داك يدير فيديوز بزاف شابين كيما واحد لا فيديو نسيتو اسمها كانت فيديو
سيريوز، واحد فيديو واحد اخرى ثاني كوميدي كانت بزاف شابه. بصح ثاني كمين داك يتقبلها الرحمه تاعها ويدير فيديو كرينج اس فاك. سو كاين لي كيلي براك شايف. يا اي تير. اند ذن عندنا زنقا كريزي او جي تاع اليوتيوب الجيريا تانيك. نحكي على زنقا كريزي، كانوا يحطوا الكونتنت اون طونك جروب هذاك الوقت بكري، ماشي مع داك سيبارا ولا الاخر وحده ما دحلوش. انا ديك تاع ميوزيك بصح بالتحراش وحده خينا نحكي لها زنقا كريزي اس تير. زنقا كريزي نقدر ما نقول لك جوتيد بصح خليهم في اس تير، كانوا قادرين يكونوا جوتيد بصح ماي اون اوبينيون ذير اس تير. سو يا لا ليست نورمالمون هذا واش فيها. ذيس از ذا ليست تاعي تاع اليوتيوبرز الجزائريين، وما كاش بزاف اليوتيوبرز جدد وما كاش بزاف اليوتيوبرز اون جينيرال باسكو ما نتبعهمش بزاف. بالك راني شايف كلك فيديو تاع اوتر يوتيوبرز ما نقدرش يكون انفورمي اوبينيون وراي شخصي عليهم بلا ما نكون شايف كونتنت تاعهم. هادو راني شايف الكونتنت تاعهم. سو يا اونربل منشنز عندك زايكو، راكليطا، نيرو تاع الانيميشن، زيرو و بانش اوف اذر عباد اونربل منشن باسكو نعرفهم دي بوست جود كونتنت. بصح ماني شايف بزاف الكونتنت تاعهم ولا بزاف لي فيديو تاعهم باش نقدر يكون عندي اوبينيون. ها كيما صرات لي وزمو دوكا باش علاش حطيتها، نسيت علاش حطيتها، اللي هي مادموزيل اس ماشي شايف فريمون كونتينيو تاعها من بكري، مي حطيتها بالك لي ديكاسل صاحبي اللي يحبها. Yeah, so that's it. That's the tier list, and I'll see you next time, inshallah. Already, if it's a good idea, I'll nulin drop a kul yom video. Because ma debien I'll nulin der daily content. But صح كنت أعرف الكونتنت يعودي واللي عادي ومونتاج عادي ماشي مونتاج واو وكونتنت شغل unique وكلش. Okay, I don't know. Just give me ideas في الكومنتس وخلاص. I'll see you next time. هذا ما كان. سلام.